السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظم عدد من نشطاء حراك محال تغيير الدستور بالعاصمة نواكشوط وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الدستوري بالتزامن مع انعقاد جلسته المقررة اليوم. وطلب المحتجون أعضاء المجلس الدستوري بالوقوف في وجه ما أسموه الانقلاب على الدستور. وقال المحتجون إن على المجلس الدستوري أن يأخذ من تجربة مجلس الشيوخ التي اعتبرها الشعب وقفة في وجه العبث بالدستور على حد تعبير نشطاء محال تغيير الدستور. انتقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولجاي ما سماها الدعاية المغرضة للمعارضة تجاه التعديلات الدستورية. وقال ولجاي خلال لقاء في نواكشوط بمنتخبي مقاطعة مقتل حجار إن هذه الدعايات لا تنطلي على المواطنين، داعيا إلى عدم ترك الفرصة للمعارضة من أجل التشويش على المواطن والرأي العام الموريتاني. وأضاف ولجاي أن قرار الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري لا يعتبر انقلابا، وإنما يمثل الديمقراطية في أبهى تجلياتها من خلال أخذ رأي الشعب بعد أن تعطل تمرير التعديلات الدستورية من خلال البرلمان. اختتمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي أعمال ملتقاها الثقافية السنوية الرابعة في نواكشوط. وتضمن الملتقى محاضرات وحلقات نقاش حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد، كما ناقشت الجمعية الوضعية الحقوقية في البلاد ووسائل تحقيق التآخي والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد. أطلقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية نسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة في العاصمة نواكشوط. وقال رئيس الجمعية الهادي للمنير إن الأيام الثقافية للجمعية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية والتنموية للجمعية، وتهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة وتغيير الصورة النمطية تجاههم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، إلى اللقاء.